السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد أو هزاردين، رجعت لكم فيديو جديد وموسم جديد. الموسم الخامس من فورتنايت أخيرا نزل معاه كثير أشياء جديدة. في هذا الفيديو أنا راح أحط جيم بلاي، راح أنزل الأشياء الجديدة، أشرح عنها شرح سريع مع عرض الباتل باس وعرض العروض النازلة مع الباتل باس. يعني راح تفهم إن شاء الله كل إشي من السيزون بهذا الفيديو. وأهم شيء إذا حبيت تشتروا الباتل باس لا تنسوا كود الشوب HZD، 3 حروف فقط، مش راح ياخذ منك وقت وتدعم دعم كبير جدا. وبس شكرا لكم جميعا، مشاهد ممتع. They did it. We're still here. Yeah, but the zero point is exposed. You have to go in. Oh, come on. Last thing we need is another snapshot of me inside the loop. No, the last thing we need is someone escaping the loop. You need to get in there and fix it. Understood, ma'am. I'm on it. And do not draw the attention of the seven. Jones, are you there? I just need to stabilize the zero point and reseal the bridge, but not let anyone escape. Easy, right? Okay. Locate the best hunters across all the eyes. Signatures triangulated and defined. Execute. This better work. طيب خلينا نشوف عرض الباتل باس، ان شاء الله يا رب تكون السكنات حلوة. No one is escaping the loop. Not on my watch. I've been gathering the greatest hunters across all realities, and I started with the best. Cost a lot of credits to convince Mando, but this is the way. The plan? Pure chaos. And no one will sew it better than them. Menace, reality's greatest gladiator. The guy's never been defeated. Mancake, a flapjack forged on a griddle of rage. And Mate, you know, just a shape-shifting barbarian warrior. As they explore the island, they'll have scores to settle and bounties to collect, all while we get ready for the next phase. And we're just getting started. So, what are you waiting for? The hunt is on. Phase. And we're just getting started. يب يب هي مبنى بتلتد تلتد تلتد ترجع بس طلع حواليها كيف هذا زي دستي زي مبان دستي هذا ايش هذا ها في كزية ها السيارات لسه موجودين شكله So, what are you waiting for? اوكي الباتل باس هسه الباتل باس صار فيه بتقدر تشتري عادي 950 في بوكس وفي بتقدر اشتراك شهري بيجيك معاه السكن هذا طبعا كل شهر فيه سكن شكل السكن هذا والباتل باس و1000 في بوكس كل شهر بعطوك طبعا اشتراك شهري كل شهر 12 دولار وبعطوك معاه سكن و1000 في بوكس وباتل باس الباتل باس اول سكن اللي هو تبع ستار وورز على ما اعتقد يب ستار وورز سيريس له اشكال له اشي ما له اشي طارية اوكي هذا سكن ما لهم اشكال ما لهم اشي هذا ايش هي ورقصة ليتس جو انجولا اوكي بيكاكس هون تطورت يعني اوكي هذا السكن الثاني او الثالث مش كثير هذا ايش شو اللي بيجي هذا
كان حلو نوعا ما. هذا طريق النزول جميل والله، بس ان شاء الله انها بتيجي على كل السكنات مش زي السيزون الماضي بس تيجي على السكن الخاص فيها. يعني هذا الستايل الثاني صار زي الحياة يا أحا. هذا ايش؟ هذا في اشياء كثير مش فاهم. طب كيف تشوفها؟ ها؟ حرية صح؟ اوكي هذا ايش بتشقلب ايش خلاص؟ اوكي سكين نوعا ما حلو. ايش هذا؟ هو بلتن هاي يا جماعة، هي بس تقدر تستخدمها بالسكن. يا اخي مش حلوة هاي الخاصية. وات ذا ايش هذا؟ ايش هذا يا جماعة؟ دخلنا بعالم الانمي. طرية هذي بلتن برضو الرقصة. اوكي هذا نفسه سكن. هذا مين؟ تطويره اي ايش اوح انا مش عارف ليش مش حاطين يعني السكان بنفس نفس التيار تبعه يعني ويلفلوه، يعني ليش كل واحد ماخذ ليفل؟ هاي رقصة اوكي. هذا الشكل النهائي له. طيب لسه ما وصلنا، لسه في كمان. فكرت وصلنا 100. هذا ايش هذا؟ لا تقول لي ظهرية هذي، هذا كبير حرام تكون ظهرية. هذا الشكل النهائي هذا. هذا مش نفسه اللي بالاول. هذا يب نفسه بس هو مشخص في الرقصة. في رقصة. ايوه اوكي وقعدوا الستايل ذا في قلها. مولع خيو زي ما انتم شايفين في على الخريطة علامة زي التحدث. هاي الشخص بتحدث لما تقرب من البوت هذا راح تطلع لك. هذا البوت لما تقرب عليه راح يطلب منك ذهب مقابل خدمات هو بيقدم لك اياها، انه يقتل شخص او انك تاخذ معك يعني مرافق، يعني زي البوتات اللي كنت تقدر تهكرهم. الكرة هاي اللي شايفينها قدامكم اللي هي الزيرو بوينت، هاي اذا بتنزل عليها من يعني من بداية الجيم تنزل عليها على طول راح تدخل فيها وراح تطلع منها معك 50 شيلد. طبعا انا قلت اش ما بعرفش اعطاني 48. الرمل اذا بتضلك واقف عليه فترة راح ينزل اللاعب يسحل جواته وتقدر تتحرك من داخل الرمل. عم يعني تكون ماشي بأمان الله بتلاقي رملة جايك وبتنط لك واحد بوجهك. واو يا فورتنايت. البوت اللي شايفينه قدامكم هذا بوت ستار وورز، هذا راح يكون معاه السنايبر الميثيك الجديد وراح يكون معاه الجيت باك. طبعا هذا مش بس سنايبر، تقدر تستخدمه كأنك تطعن اللي قدامكم مثلا زي ما انتو شايفين. طيب الأسلحة المحذوفة ال ام جي، الكومبات شوت جان، البرز بكل انواع مع الاوك طبعا، بوم شوت جان، الريفولفر، سمك الميداس وقنابل الرقص وبورتفور وسلاح الحرارة. الاسلحة الجديدة فيه شوت جان جديد والسنايبر الجديد بدمج 110.
الأسلحة رجعت الاس ام جي العادي وكومبات اس ام جي والشارج شوتجن والتاكتيكال والدبل باريل والبدل جيم.